هل تقرأ المرأة في الصلاة الجهرية جهرا كما يقرأ الرجل؟ حيث حدث خلاف بين أناس من طلبة العلم وقال بعضهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا للمرأة والرجل، نرجو بيان الحق بذلك. أن الذي يظل أنه لا مانع صلي جهرا تجهر الصلاة المغرب العشاء الفجر كالرجل، لأنه يعني سيقول صلوا كما رأيتم أصلي، والأحكام على السواء، أحكام الرجال والنساء على السواء، إلا ما جاء الدليل يخصه، ما جاء الدليل بالتخصيص للرجل والمرأة، وإلا فالأصل أنهما في الأحكام سواء، صلاتهما واحدة، زكاتهما واحدة، حجهما واحدة.